التسليم قائما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة يخشع فيها ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا وكذلك تفعل في صلاتك كلها. لذلك الصلاة إذا لم تتقن ترمى بوجه صاحبها والعياذ بالله. للحديث إن شاء الله تعالى بقية.
Thank you.